شخص حاط ايده على كتفي بهذا الشكل ماسكني مثلا، او حاطها على الجدار وبيخوف فيه، يعني حاشرني في الجدار وبيخوف فيه، كيف اتصرف؟ تعلموا معنا. تعرفهم لينا؟ يلا بينا. السلام عليكم. السلام عليكم. كثير بتصير انه بيجيك واحد بيهددك بهذا الشكل، بيمسكك بهذا الشكل، او مثلا لو مثلا في منهم بيجيك مثلا بيضل يقرب فيك في الجدار، يدفع فيك او مثلا بيقرب عليك شوي انت بترجع حط ايده على الجدار هيك بصير يهدد فيك، او حتى مثلا ممكن كمان نفس الشيء لو واحد بيهدد بنت. طيب انا كيف ممكن اتصرف بهذا الموقف؟ انا لو اجاني واحد مسك من هون بهذا الشكل، شوف اول شيء احط ايدي هون، طبعا الحركه بدها تكون سريعه، امسكت واحد اثنين سحبت هون، تمام سريع سريع انا هون مسكت واحد دخلت بكوعي ضربة وكملت ثلاث وخنقت، تمام انا بثبت ايده من هون سوري مره ثانيه مسك ضربت، طبعا انا هون واحد اثنين ايدي التفت حوالين راسه، يعني مره ثانيه كابتن هاي واحد انا مسكت هون واحد اثنين مسكت من هون سحبت للاعلى، شوف للاعلى وانا مثبته من هون، تمام الخنقة هاي تنهي خصمك بشكل سريع، او حتى الضربة الاولى ممكن تنهي، بس انت يعني هيك سيطرت سيطرة كاملة على الخصم صح. طيب هاي اول شكل، ثاني شكل طبعا البداية نفسها مساكني مثلا من هون او حاط ايده على الجدار بهذا الشكل، شوف انا من هون هاي ضربت مسكت ضربت نزلته هون واحد حطيت رجلي بسحبت هون سريع، انت المشكلة المرونة عندك سريع 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 مش مرونة نهائي أيوة. طيب حسويها مره ثانيه بطيء واثني رجليك معي ماشي. روح معي عشان ما تتاذى ماشي. روح معي عشان ما تتاذى ماشي. واحد ضربت شوف اثنين مسكت انا ماسكه نزلت حطيت رجلي هون شوف ضغط هون ايش سويت انا ايده من هون الضغط هون واحده هون انا ضغطه وحاشره لو بدي انزل فيه للخلف حنزل فيه او بدي ارميه كامل شوف حرميه كامل بس انا ما بدي ارمي الكرتون عشان مؤذي شوي الرميه ولازم يلف غصب عنه لان لو مش لف فدي خلاص حتنخلع دراح خلع بس دراح بس هي واحد شوف ضربت اثنين وانا ماسك نزلته شوف رجلي هون واحد نزلت رجلي كامل طبعا بديش اسويها بسرعه او ضغط عشان ما يتاذى الكابتن نزلت هون وضغطت هون شوف هون المنطقه مع كتفه مع الراس لو بدي ارمي بس اسحب رجلي سحب طبعا هاي سحب انا ما راح ارميه سحب يعني باعتبار رجلي راحت هون هاي هون هوب حيقلب عكس اوكي حيقلب كامل اصبر عبد الله مش قاعد دين خلع خلاص حلو انفصل سوري بسيطة اللي بشوف شكلين معقدة بالنسبة له حنضيف لك كمان اشي اضافي مبسط جدا وحركة بسيطة بدون ما يكون فيها لف ودوران وكسر وكذا الى اخره تقدر تخلص نفسك فيه مسكني مسك من هون شوف حدخل بس لا ضربة لتحت واحد من هون مسكت خنقت واحد من هون نزل كملت بوب نزلته في الأرض بس هذا شكل إضافي لو أنت شفتها معقدات هذا أسهل إشي عليك تمام طبعا أشكركم على المتابعة وأي إشي بدكم إياه إحنا بخدمة الجميع دعمكم لينا وصلنا على الحبيب السلام عليكم سهوة.